أحرز الطفل السوري حسين خالد البالغ من العمر 13 عاماً المركز الأول على مستوى الوطن العربي من خلال مشاركته في برنامج الحساب الذهني. لحقت بمركز الآيلتس من سنة، بدأنا التدريب على فلاش إنزان منذ 3 أشهر. أنا كان طموحي أول ما بلشنا فلاش إنزان إنه أحط الرقم العالمي وهو 0.200 جزء من الثاني. الحمد لله حققته بفضل إصراري ومتابعة مدربتي روضة نطف. أشكر المركز والبرنامج العلم سمارت ومدربتي روضة نطف ووالدي، وعندي هذا النجاح لعائلتي وللمركز ولكل سوريا. بناء على تدريبهم اللي أسسوا المركز بشكل صحيح وبشكل جيد، بالإضافة لإصرارهم وعملهم المجيد، تم ملاحظة موهبة أبداها كل حسين، جنة، علي، جود بالحساب بسرعات عالية، أرقام الآحاد، حتى تمكن حسين من خلال اقتراح أحد المدربين العرب بكسر الرقم العالمي. الحقيقة هي موهبة تحتاج إلى الكثير من العمل والصقل والتدريب. شاركنا مع الأستاذ علي الأشري على مستوى الوطن العربي، فدخل أحد طلابنا اللي هو حسين على مجموعات النجوم وبين فيها بشكل رهيب، طبعاً يعرف الأستاذ علي وكل الشكر له، واشتغلنا عليهم على هذا الأساس. بينوا بطريقة رائعة جداً وأبهرونا للأمانة. أنا نفسي منبهرة، عم يشتغلون 7 ساعات باليوم و8 ساعات باليوم، نحن فاتحين اونلاين معهم دائما. الشكر بالنسبه لحسين اللي حط رقم قياسي عالمي، والشكر يرجع لوالده. انا ارفع له قبعه، يعني الوالد استاذ خالد عمر اشتغل شغل رهيب مع الاولاد الاربع، فبين حسين بشكل رائع جدا. أقيم برنامج الحساب الذهني في المملكة المغربية الأسبوع الماضي، وتضمن جمع وطرح 150 رقم في زمن وقدره 70.0 جزء من الثانية، محطما بذلك الرقم العالمي وهو 200.0 جزء من الثانية في جمع 100 رقم أحادي، وتفوق على أذكى طفل في العالم وهو من اليابان.